السلام عليكم، مباشرة من محلات أواني شعيب. اليوم لايف سبيسيال إن شاء الله. لايف سبيسيال غادي نديرو فيه واحد اللعيبة غادي تكون مميزة، اللي هي غادي نوريكم أولا لي بروموسيو كيف ديما اللي كنديرو، اللي كيوصلوا دائما حتى لكثر من 50% ديال لا غوميز. زائد أنه هاد الهاشوار هادي اللي فغيمون تبعت لينا بواحد الطريقة خيالية جدا، وبزاف الناس حماق وتسطاو عليها لأننا دايرين فيها ثمن سبيسيال. بعد قليل غنوريكم هاد الهاشوار هادي كيفاش كتخدم بطريقة مباشرة، سواء هادي اللي كتحل بصلة والربيع ومطيشة واللحم وداكشي، سواء ما جبتيش ليا نسينا القهوة ولا شي حاجة ديال العطرية، المهم ماشي مشكل. وهادي اللي كطحن الديسير، كاينين فريمون دي بروموسيون سبيسيال. الباك ديال شعيب اللي دائما كنبيعو لكم بثمن سبيسيال وخطير جدا. كذلك هاد لي تيرموس، فريمون اليوم غادي نوريكم سلعه اللي غادي تكون ان شاء الله زوينه، وغادي تستمتعوا معنا في هاد اللايف هذا. عويشه اليوم الطويبله وجدت لينا هاد الطويبله هادي اللي فيها هاد لي بلاطو اللي كنبيعو لكم ب 50 درهم. وكذلك وجدت لينا هاد الطويبله هادي اللي فيها هاد لي بلاطو ديال المرايا اللي كنبيعوا هاد لي بلاطو بجوجهم 100 درهم كيف عارفين، زائد هاد البلاطو المويان ديالو. شوف تبارك الله شحال كيهزت لي الحلوه، هذا راه ديال المرايا الثمن ديالو فقط 50 درهم. غادي نوريكم، وهادو هما لي كلوش ديال الفضه اللي كنبيعوا 3 ب 1200 ريال. مازال ان شاء الله غادي نعطيكم التفاصيل اكثر ديال هاد اللعيبات كاملين. اول حاجه اليوم غادي نبدا بها اللايف ديالنا بمناسبه ذكرى المولد النبوي. غادي نبدا لكم ان شاء الله بالكيسان. كيف كتعرفوا انه ان شاء الله نهار الذكرى ديال المولد النبوي كيتجمعوا الحباب وكيتجمعوا العائله والضياف، وكنبغيو نحطوا كويسات زوينين اللي غادي نعمروا بهم عويناتنا مع العائله ديالنا ومع الحباب ديالنا، وكنبغيو نبدلوا شويه في الطويبله وهذه. لهذا جبنا لكم كويسات زوينين، زواقات زوينين، زائد حتى الكويسات اللي كانوا عندنا قبل غنعاودوا نذكروا بهم ان شاء الله. اول موديل غادي نوريكم هو هذا الموديل، هذا الكاس هذا ديال العريشه اللي فريمون زوين. كيف كتشوفوا وحتى مشكل من هاد اللوينات هادو، من التحت كتلقى فيه اللوينات متنوعين، ومن الفوق كتلقى فيه هاد الزواقه الذهبيه، وفريمون كيبان راقي جدا ملي كيتحط في البلاطو. انا غادي نوريكم كيفاش كيجي، والثمن ديالو فريمون سبيسيال، ماشي 3000 ريال، ماشي 2600، فقط 1200 ريال. انا غادي نوريكم دابا كيفاش كيجي. غادي نبريزونطيو هنا في هذا البلاطو هذا باش تشوفوا هذا الكاس اللي كنبيعوه ب 1200 ريال كيفاش غادي يجيكم. عاوني اخويا سفيان، نحاولوا نحطوا غير 6 هما 12 باش ما نعمروش. لا ما نديروش هذا اللون، نحاولوا نديروا كل لون. فريمون كيبانوا كلاس، والثمن ديالهم اللي هو 1200 ريال زعما صراحه رمزي جدا. ارا لي نحطوا هاد اللوين هذا باش نهرسوا به حتى هو، زيد نحطوهم ب 12. يلا سير، يلا باش نقولوا ان هادشي كامل 1200 ريال. يلا زيد. واعرين واعرين، وكيبانوا فريمون خطيرين جدا. تخيلوا معايا هاد الكيسان هادو الثمن ديالهم 1200 ريال كاملين. هاد الزواقه راه ما كتحيدش ليهم. هيا بلاتي دير، عطيني شي لعيبه نورمالمون راكم عارفين هادشي راه كيتحك غير. شوف شوف اش جاب ليا. ما تزيدش فيه، ما تزيدش فيه عاوتاني، ولكن جربو ماشي مشكل. يلا سيوم ما كتقشرش كاع، رغم ان هذا موس ما خصنيش ندير هاد العمليه بعد اللي درت دابا، حيت هادو كيتغسلوا غير بالتيد والماء وجافيل وشويه ديال البونجا رخمه رطبه، مي انا كنجرب فيهم الموس كاع. شوم الثمن ديالهم 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو الثمن ديالو 1200 ريال. كاين عندنا هذا الموديل هذا حتى هو زويون كيف كتشوفوا بلاتي. سفيان عافاك اجي عاوني حط لي هادو هنا باش نوريهم هاد لي موديل الاخرين. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو زويون، الثمن ديالو 700 ريال، 6 باكيه فيها 6 ب 700 ريال، فريمون كيبانو كلاس، والكاس ديالهم راه لاين الكريستال.
دائما كنتذكر وكنعاود انتم مباشره الان من محلات اواني شعيب، وهذا اللايف هذا اللي كندير معكم دابا من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه، المحل ديالنا اللي كاين في القريعه الزنقه 29 سيدي معروف الرابع، مقابله معنا قهوه ديال لو بولفار. ها هي قدامنا شارع بشعيب الدكالي، على اليمين ديالنا كاينه الرومبو ديال مولي البونج، وعلى اليسار ديالنا كاين جامع السنه. اذا حنا جينا ما بين الرومبو ديال مولي البونج ديال دولي دول وجامع السنه، كتجيو مع الرومبو شويه كتلقاو مصرف المغرب. حنا فهاد الزنيقه هادي نكملوا معاكم هاد السلعه كذلك عندنا في المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، السوق النموذجي اللي في البرنوصي اللي حدا سوق طارق. تسولوا اي واحد تما قولوا لي اواني شعيب غيقولوا لكم دخلوا مع الزنقه. المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه الجوطيه اللي كاينه في المحمديه، حنا جينا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه، توصلوا الجوطيه سولوا على تيلي بوتيك عيشه. نكملوا معاكم هاد الكويسات. واعرين واعرين طخو كلاس هادو يا سيادي. خصكم تعرفوا واحد القضيه ان هاد الكيسان هادو راهم كيبانو كيبريو وكيتسموا كيسان كريستال ماشي كريستال. ديما كنذكر بهاد القضيه وغنعاود نذكر بها، كتعرفوا ان الكاس كريستال كيدير 1000 درهم. حنا كنبيعوا لكم هاد ست الكيسان كنقول لكم كريستال ماشي كريستال اوريجينال، ولكن الكوبي ديال الاوريجينال كيبان ملي كتشد الكاس في يدك كيبان بحال الكريستال. كيف كتشوفوا مازال هادو راه ما ممسوحينش. هاد الباكيه كامله كدير 35 درهم 700 ريال. كاين عندنا اللي بغى فيهم اللوان لتحت كيديروا 12 ب 1800 ريال، بحال كتقولوا زايد 10 دراهم في 6. هما هادو 12 ب 1800. المهم وقيلا غادي ندوزو من الكيسان باش نكمل معاكم لي بروموسيون الاخرين. عندنا هذا الموديل هذا هو تا هو كيدير 1800 زوينين. كاين عندنا كذلك هذا الموديل كيدير 1400، عندنا هذا الموديل تا هما كيديروا 1400، وعندنا هادو تا هما رائعين جدا حتى هما كيديروا 1400 ريال. ها هما تا هما كيبانوا زوينين في الحطيطه ديالهم، باكيه فيها 12. هاد التنوع ديال اللوينات كيعطي واحد لو شارم زوين في لاطابلو وفي الحطه ديال الكيسان. هاد الكيسان كيديروا حتى هما 1400 ريال. مرحبا بكم. مره كنذكر بهاد الباك، هذا باك اللي فيه بلاطو. ركزوا معايا بلاطو، بزاف الناس ما كيصدقوش بلاطو وفراقه وطبسيل وطبسيل وجبانيه وسته جبابن ب 4000 ريال. هادشي كامل ب 4000. بلاطو فراقه سوبلا سوبلا جبانيه وسته ب 4000 ريال باك شعيب. مرحبا بكم. وهذا اللي فيه فيه بلاطو وفيه فراقه وسوبلا ب 2600. ها هو باك شعيب 2600. باك شعيب 2600 فيه 3 بياس، وباك شعيب 4000 ريال كتزاد فيه هاد السوبيره وهاد الجبابن وهذا. هذا تقدروا ديروه في بلاصتو هذا. مرحبا بكم. كاين هاد لي تيرموس مره كنذكر بهم رائعين جدا، والثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال. مرحبا. ما تنساوش تعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه، لانني دائما تنقول لكم القلوبه ديالكم هو الدعم الاواني شعيب. اليوم كيف قلت لكم سكينه عائشه اجي الله يرضي عليك ندوزوا لهاد الهاشوار. هاد الهاشوار اللي فريمون سبيسيال، انا دابا غنوريكم كيفاش كتخدم. فيها هاشوار كيف كتشوفوا هاشوار، وفيها اللي كطحن العصير، وفيها اللي كطحن العطريه. فريمون رائعه جدا، والثمن ديالها فقط كدير عوض 8000 ولا 10000 ريال ولا 600 درهم. غنبيعوها لكم غير ب 4600 230 درهم. فريمون كطحن اي حاجه بغيتوها، واخا غادي التجربه غديرها معايا عائشه اللي ما كتعرفش. هذا هو المشكل. عائشه بغيت نسولك واحد السؤال، هادي اش كطحن؟ عندي لك الاحراج في اللايف غير سمحي لي. هذا كطحن الخضره؟ لا لا لا، عندك النمره غلط. ركزي معايا لاله عائشه مزيان، وغادي ننصحك انا اكبر منك، انت يا اختي الصغيره. عندك هادي اللي كتكون فيها مسواحات كطحن اللحم، كطحن اللحم
والحوت والمسائل. ملي كتزيدي فيها هادي كتولي الطحن الربيع وبصله ومطيشه والخضره. ملي كيكونوا فيها جوج كتربح الربيع، كطحن الربيع بصله مطيشه، معلومه زوينه عطيتك شتي يلاه استافدي من عندي. وملي كتكون وحده ملي كنحيدوا هادي كطحن اللحم. يلا يا ابو قلب اسود وريني حيدي يلا زيدي برك. نعطيهم الثمنات ديال هادو. هاد البرمه ديال الجرانيت في كل لايف كنوريها لكم لاننا ديالي فيها بروموسيون سبيسيال خطيره خياليه واعره. تبعت لينا بشكل كبير بزاف، جاو ليها الناس لان عرفوا القيمه ديالها، جاو ليها الناس لان عرفوا الميزه ديالها، جاو ليها الناس لانهم عرفوا انها ما غتبقاش. لهذا هاد البرمه ديال اللي الداخل ديالها جرانيت والبره ديالها اينوكس وثقيله ثقيله كيف كتشوفوا كيف كتشوفوا في اللايف، اقسم بالله ثقيله واخا ما ضرتني يدي من هنا ملي بغيت نهزها. ثقيله زوينه، الثمن ديالها 6 طرو اللي كدير 6000 ريال غنبيعها لكم غير ب 4000 ريال، و8 طرو غنبيعها لكم ب 4800، و12 لتر غنبيعها لكم غير ب 5400، و14 لتر غنبيعها لكم ب 6000 ريال، و16 لتر اللي كدير 600 درهم غنبيعها لكم ب 6600. اذا الثمن هو 4000 4400 4000 4800 5400 6000 6600. ثمن سبيسيال وخطير، جيو بروفيتيو. الناس اللي باغي اللي خاصهم البرمه راه عندنا من 6 لتر حتى 16 لتر كاينه عندنا ديسبونيبل في البرنوصي في المدينه. لا المحل ديال المدينه حيدنا يلا غنرجعوا ان شاء الله في المدينه في البرنوصي في الحي المحمدي في القريعه وكذلك في مدينه المحمديه. مرحبا، جبنا لكم هذا الكوكو ديال لينوكس حتى هي فيها ثمن سبيسيال اللي كتبدا تيبلاتي اللي كتبدا من 9000 10000 11000 ريال 12000 ريال حتى هي فيها ثمن زوين. وغندير لها بروموسيون هذا الويكاند هذا، غنديروا 3 يطرو غنديروا لها غير 9000 ريال. عجبك الثمن تفاجئتي فيه ماشي مشكل. و 4 يطرو غنديروا لها غير 10000 ريال، و 6 يطرو غنديروا لها غير 11000 ريال، و 8 يطرو ركزي معايا مزيان 8 يطرو غنديروا لها 600 درهم. ثقيله ثقيله اينوكس، وهذه ديال الالومنيوم خفيفه شويه باش ما نكذبش عليكم، دائما كنقولوا الصدق في لي لايف ديالنا، ولكن واخا خفيفه بالنسبه للالومنيوم زعما مخيره في الخدمه ديالها. راه كاع المغاربه عندهم هاد الكوكوط، نساو ليا سيب وديك الكوكوطات اللي كتعقلوا عليهم، مي هذه براتيك يعني كتشدها كدير فيها كتسدها مخيره زوينه. الانسان يقابلها شويه ولكن راه زوينه في الخدمه ديالها، كتبدا من 3600 4000 4600 5000 6000 والكبيره ديالها كاع كدير 300 درهم. هادو الكوبات الثمن ديال هاد الكوبا زوين، هي اللي بقات، الاخرى ديال الزاج ما بقاتش عندنا تقادت لينا، جاو الناس بكثره وكملوها. اذا بقات عندنا هادي الثمن ديالها كدير 3 عوض وحده ب 1200 لانها ديال الفضه بالكريطانه ديالها بريستيج. الثمن ديالها كدير عوض وحده ب 1200 غنبيعها لكم 3 ب 1200 درهم. 3 3 3 3 1 2 3 قربت تقاداني هنا جايه. المول جوج ب 1400، هذا جوج ب 1400، هادو جوج ب 1200. حنا الوحيدين باقي اللي كنبيعوا المول ديال الزاج بالثمن فريمون ناقصين فيه مونطون كبيره. بزاف الناس كيمشيو للمراكز التجاريه وكيشوفوا هاد اللي هاد اللي مول شحال كيديروا ليهم، نفس الكاليتي نفس لا مارك نفس كل شيء، غير اواني شعيب كيتهلا في الزبناء ديالو وكنقصوا لكم الثمن لو ماكسيموم. عندنا هاد الدراب هادي ديال جينيرال، الثمن ديالو كيدير 1400 ريال. مرحبا بكم، انتم مباشر من محلات اواني شعيب، وهاد المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه. مرحبا بالناس ديال القريعه، مرحبا بكم. بعد قليل الناس اللي يلاه دخلوا اللايف جداد، راه دائما في لي لايف كنخرج على برا وكنعت لكم المحل فين كاين باش تقدروا تجيو ليه نيشان. بعد قليل غنعت لكم المحل فين كاين، غير بقاو معايا. الناس اللي يلاه دخلوا اللايف اول مره صبروا معايا شويه، في الاخر ديال اللايف راه كنعت لكم المحل فين كاين. زيدي على العائشه تخيلي دابا مباشره ما طحنش لينا
تخيل انت تخيل يا ما طحنش لينا شوها ولكن وراك على الفوق زيد 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 مورينا واش كيفاش كانت في الاول ماشي مشكله سيري باين باينه سير حيدي صافي بارك بارك اهم حاجه طريقه الاستعمال ما حشمتناش كطحن داك الشيء واعر غنزيدو النيلو اكثر الطريقه اللي درتي زوينه ونورك لان دائما لها صور كيبغوا بحال هكا والحي ديما خليو لها صور تسارح ولكن يحاولوا ما يوركوش على بحال هكا بزاف ياك بديتي بالبصليه الاولى محشومه شعلك زيد يلا حي حيتي لك يستعملوا كل نهار شتي بحال فوقها اش نديرو فوق منها نديرو فوق منها الربيع ولا الربيع يلا يلا سيري خشي خشي بحالك شو عيب اديري لي بحالك كنشوف كيفاش غادي يجي سيري يلا يلا سير بلاشي بلاشي نعاودو غادي خشينا بواحد الطريقه على يلا سيري ما حطيناش واقيلا مزيان اذا ما غيدور هيدي نشوف بقى بقى العود العود ما العود ما حيدناش ماشي مشكل يلا زيد نورمالمون العود كيخصو يتحيد باينه الربع ما مقطع وما مقيس المهم الناس راه عارفين هادشي كيفاش كيتستعمل حنا غير كنوريهم يلا زيد غنديرو خيلوطه اليوم فريمون كتنيل هادشي بواحد الطريقه هاو شتو هادشي منيل ديال بصح غادي نزيدو نخشيو هادي الفله زيدي يلا زيدي هرجة شي واش كيدار بحال المهم حنا غير بغينا نوريكم هادشي كيف كيبغي يدير الحريرك اي 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 ضرتني عيني بالبصله صافي هادشي مزيان خطير صافي هادشي منعاودش دابا عري ليا حيدي ليا هادي شدي بحال هكا عري ليا دابا نديرو العصير هادي بلاتي هادي كطحن شدي بحال هكا عيني ضراتني هادي كطحن هادي كطحن هادي كطحن القهوة والعطرية وداكشي شو عطاونا القلوبة الله يرضي عليكم عطاونا القلوبة والبارطاج يلا يلا شتكم نعسو عطاونا بزاف ديال القلوبة وكتبوا لينا واش انا حادق ولا لا كتبوا لي حادق رقم واحد ماشي حادق رقم جوج يلا قالت خاص غير الطاجين اه قالت خاص غير الطاجين صافي دابا غادي غنطحنوا ديال العصير طريقة سيداتي ساداتي انساتي الافاضل غادي نديرو غنديرو البنان وغنديرو التفاح اللي قاصح التفاح انا ما كنتش طحنش التفاح انا ما كنتش طحنش وغادي نخويو شويه ديال الحليب باش نديرو بالاسي يلا زيدي زيد عاوتاني زيد يا زيد زيد شايف بالك ما بغيتش تطحنش هذا كتبوا لي رقم واحد اه شكرا بلاتي بلاتي ستي مزيان اه لا لا كطحن واعر والله يجي خطير النيلات لا نيلات انا راه خفت من الاول من البنان من التفاح صافي دابا هادي كنشدوها وكنديروا لها بحال هكا شوها بالطريقه هادي ها هي وكنخدم ولا بغينا مثلا كان عندنا السبور كنسدوها بحال هكا كتشوف كترجع كاس خويا علاء
بسم الله صحه وراحه يا اخويا بين لي لي دراسه اللعيب ما تشرفش لا قال لي لا 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 تحيه كبيره اخويا علاء حادق تبارك الله عليك ديرين حشوه تاع المسمن حادق وبزاف رقم واحد شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم المهم هادشي كامل اللي كتشوفوا هاشوار ما قدرناش نجيبوا لكم سميتو ما جبناش نسينا ديال العطريه هاشوار اللي كطحن الربيع بسلامه طيشه لحم المسائل اللي كطحن العصير وفيها اللي كطحن العطريه هادشي كامل ماشي 10000 ماشي 12000 ريال بصح ماشي 10000 ماشي 12000 ريال ماشي 400 درهم 4600 230 درهم ثمن سبيسيال عند اواني شعيب هاد الهاشوار هادي هاد الباك ها هو اللي فيه 500 ديال لي واط غتلقاو ديسپونيبل في جميع محلات اواني شعيب امينه كتقول عائشه منوره واش ماشي خطيره ماشي خطيره عاديه ما فهمتش هاد الكلمه اللي بغات تقول السيده هادك الثمن هو 4800 ريال هادشي كامل 4600 هكا بقاو معايا غادي نخرج عليكم راه كان بعض المرات كيما كيبقاش شاد ليا التركيز من تما سمعتيها من تما 4600 غلطت وقلت 4000 4600 ريال السلام عليكم مرحبا عطيوني هذه اللي جربتو بها مرحبا ام رضا الكليان كتستاهلوا عندنا كل الخير وكتسالوا عندنا كل حاجه لانكم فريمون انتم الدعم لينا كيسان شكرا لكم عطيت هاد الكيسان هادو وحق الله عطيت العائله كامله خرج منهم كلشي تنتوما تنتا على كيسان ديال الكريستال الثمن ديالهم كيديروا 3400 وحنا غنديروا لهم 1200 ريال قربوا وتقاداو ارى لي يا خويا ارى لي هاد ارى لي هاد العصير خويا على ليا بالصحه والراحه بالصحه والراحه اخويا بالصحه يا سلام تلقوا لي داك الديسك ديال تران تان تارا لا 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 يا سلام يا سلام يا سلام الله يجعل كيسان واعرين ديال بصح انا تحمست انا تحمست 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 عيجة تحمست هادو هما اللي وراني لكم قبيله جوج ب لا مازال ديسپونيبل متوفره جوج ب 100 درهم وهذه ب 1000 ريال غنوريهم هذه اللي ب 1000 ريال نحطوا فيها الحلوه على هربان مني تحية للعالة تحية للعالة شكرا صدق زعما من الدار عندي هي هادي 1000 ريال شوف وهادو جوج 100 درهم وهادو ثلاثة ب 1400 ب 1200 وهذا 50 درهم هذا انا غنوري لكم هنايا هو هذا انت سكينة قلت تفرج هذا الثمن ديالو كيدير 1000 ريال 50 درهم هذا راه هو قرب يتقاضى الله يرضي عليكم هذا قرب يتقاضى ياك ما بقى فيش بزاف صافي هو اللي بقى كيسه 1200 ركزوا معايا على هذه الثمن ديالها 700 ريال ما بلاتي ما وريتكمش هذا الباك هذا كنعتذر هذا الباك هذا رائع جدا ولاول مره كنديروه وخرج لينا بواحد الشكل فريمون خيالي جدا وبزاف الناس عجبهم طاجين كبير وثلاثه صغار طاجين كبير وثلاثه صغار هادشي كامل الثمن ديالو كيدير 100 درهم طاجين واحد جوج ثلاثه صغار كلشي 100 درهم فريمون باك زوين بالصحه والراحه عندنا هاد القصريه هادي الثمن ديالها 1200 واللي خدا 4 ب 4000 ريال عندنا هادي الثمن ديالها 3470 درهم هادي 150 درهم بونبونيه خطيره عندنا كذلك هاد العماره كدير 4000 ريال 200 درهم عندنا الطحانه ديال العصير ديال الزاج بلاندر 4000 ريال والايس ديالها 4400
عندنا هاد الترموسات جوج ب 100 درهم ديال الرخامه، وكاين واحد الموديل خرج ديال الرخامه بحال كتقولوا مبدل عليه شويه في اللون كيدير 110 درهم. اذا لا لقيتوا الرخامه مبدله شويه وقال لكم الدراري 110 درهم، ما تقولوش اليوم راه كيقول لنا شعيب في اللايف 100 درهم وزدتوا علينا 1000 فرانك. لا، كاينين ديال 110 درهم وهادو رائعين، كيديروا 150 درهم الناس اللي كيعجبهم هادشي ديال الدوغي. وهادو راكم عارفين الثمن ديالهم 1200 ريال. والباك قلنا لكم 4000 ريال. صراحه بزاف ديال اللعيبات ما قدرتش نوريهم لكم، كاينين ديال بروموسيون سبيسيال خياليه خطيره جدا اللي كتوصل حتى لكثر من 50% ديال الروميز. هادو جوج ب 1200، وديال الجرانيت جوج ب 1600. كاين عندنا هاد الكادو، هذا هاد الكاس والكيسان ديالو، 6 ديال الكيسان وكاس كبير الثمن ديالهم 100 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الكاسرونس او هاد المقالي، الثمن ديال النمره 24 1200 ريال، واللي كبر منها 1400، والكبيره ديالها 1800. كاين سلعه زوينه الكيسان، كاين عندنا الهاشوار، الكوكوت اينوكس، المقارج، البانيني، الطحانه ديال العطريه، كاين داكشي زوين ومتوفر اللي بغى يتقدى من عند اواني شعيب. مرحبا بكم في المحل ديالني اللي كاين في القريعه، اللي واضح حنا ما جيناش وسط القريعه، حنا جينا في الشارع بشعيب الدكالي، ولكن تنقولوا القريعه، تنقولوا القريعه بحكم ان القريعه قريبه لينا، الزنقه 29 سيدي معروف الرابع، اونفاس معنا قهوه لو بولفار. انا غنوريكم المحل ديالنا بالضبط فين كاين، ركزوا معايا مزيان باش نوريكم المحل ديال اواني شعيب اللي كاين في القريعه فين كاين. انا غنعاود نقول لكم الناس اللي بغاو يجيو عندنا من شارع محمد السادس، ياك غادي تخليو مرج شارع محمد السادس هو هذاك اللي في الهي جا ورا هذا الرومبو، هذه كتخليو شارع محمد السادس، كتخليو على اليمين ديالكم مرجان ديال الدريسيه، وكتدوروا على اليسر بحال داخلين للقريعه، بحال داخلين عند البومبيه، كتدوروا على اليسر كتلقاو هذا الشارع سميتو بشعيب الدكالي. مرجان على اليسر بومبيه على اليمين. لا الا دخل، لا الا كانوا جايين من مديونه الا كيخليهم مرجان على اليمين، ولا كانوا جايين من كراج علال كيخليهم مرجان على اليسر. الا كانوا جايين من مديونه كيخليو مرجان على اليمين وكيدوروا مع اليسر، كيدخلوا كيجوا على اليسر بحال جايين بحال غادي لجامع السنه، راه واضحه بحال غادي لمدرسه الغزالي. المهم الروبو ديال مالي البونج راه هي باينه، هي باينه من هنا الروبو ديال مالي البونج، هي هادي الروبو ديال دولي دول، كدوروا معاها كتلقاو هاد مصرف المغرب، ها هي سولوا عليها، كتزيدوا شويه كتلقاو قهوه لو بولفار، المحل ديالنا هو هذا واضح. الا كنتو جايين من جامع السنه كتوصلوا لجامع السنه كتلقاو واحد الدور على يديكم اليمين بحال جايين من القريعه، كدوروا كتلقاو واحد الروبو صغير وراه هي كتبان من هنا، كدوروا معاها على اليمين كتجيو معاها كتلقاو هنا قهوه لو بولفار، كتدخلوا معاها او كتلقاو هنا واحد المول مسمن. المهم راه باين هنا، غير عقلوا مزيان، كاين هنا التيرمينيس ديال النمره 86 قالوا لي، ترمينيس ديال النمرة 86 فين كاين؟ قالوا لي كاين هنايا ترمينيس النمرة 86، الطوبيسات ديال الولفة حي الحسني، طاكسيات صغار باش يجيو من عين الشوق سيدي معروف. مرحبا بكم في عند اواني شعيب في القريعة، الناس ديال الولفة حي الحسني، لساسفة، سطاتش، برشيد، سباتة، عين الشوق، دريسية، حي الفرح، درب سلطان، المدينة، المعارف، بورغون، هادشي كامل مرحبا بكم عند اواني شعيب القريعه. بالنسبه للاواني شعيب البرنوصي كتسولوا على الرومب، كتسولوا على السوق النموذجي، ركزوا معايا مزيان، السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي اللي حدا سوق طارق، حيت كاين واحد السوق النموذجي اللي حدا الجامع الفوق، لا حنا السوق النموذجي اللي حدا سوق طارق، او السوق النموذجي اللي حدا قهوه سفير، او السوق النموذجي اللي حدا تيرمينيس ديال التراموي اللي في البرنوصي. هذاك السوق النموذجي كتطلعوا معاه حتى للراس، كتطلعوا معاه كتخليوه
الترامو عليه على ظهركم وكتطلعوا معاه، غير كتكملوا داك السوق النموذجي كتدوروا على اليسار ديالكم. الا درتوا على اليسار ديالكم كتلقاو الحوانت على اليمين ديالكم والحيط ديال المدرسه على اليسار ديالكم. هذيك الزنقه كتدخلوا معاها كتلقاو المحل ديالنا اونفاس معاكم. ولكن الا ما بغيتوش توضروا السوق النموذجي سولوا غير النقاشات ولا السيكوريتي ولا اي واحد في السوق النموذجي، قولوا له عافاك اواني شعيب، عقلوا عليها اواني شعيب او شعيب اللي كيبيع المعن ديال الصوت، يقول لك طلعي تهلا الراس ودوري على اليسار، هو غيوريك. راه ما توضروش، البرنوسي كامل الحمد لله كيعرفنا بالثقه ديالنا، بالوفاء ديالنا، بالاخلاص ديالنا، بالصوت اللي كنديرو، بالاثمنه الخياليه والمناسبه، ولا كيعرفنا الكبير والصغير، الغارديان والطبيب والمحامي ومن الطاكسي واي واحد في البرنوسي كيعرفنا الحمد لله اواني شعيب. المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي كتخليو القيصريه عليه يديكم اليسر وكتطلعوا مع السكه ديال التراموي، حتى هي فيها السكه ديال التراموي، غير الحي المحمدي مقابله معنا السكه ديال التراموي. وانتم طالعين بحال غادي طالعين للحزام، ولا بحال غادي طالعين للقهوات في لوريدا، ولا بحال غادي طالعين لدورة المذاكرة، ديك الطلعه كتلقاو المحل ديالنا على يديكم اليمين. بالنسبه لمدينه المحمديه، اسهل نعت عندي الجوطيه اللي في المحمديه، حنا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. توصلوا الجوطيه سولوا على تيلي بوتيك عيشه، عقلوا عليها. ولا توصلوا الجوطيه سولوا على اواني شعيب، راه كيعرفونا المحلات تما ولي غارديان. ولا سولوا على جامع مالي، حنا في الدار اللوراني ديالو. مرحبا بكم، شكرا بزاف لكم على الوفاء ديالكم، على الصدق ديالكم، على التتبع ديالكم لهذا اللايف هذا. ما تنساوناش باكبر عدد ديال القلوبه، لانني دائما تنقول الدعم ديالكم الاواني شعيب هما القلوبه اللي كتعطيونا، هو البارطاج اللي كتخليو لينا. هادشي كيزعمنا بزاف باش اننا نجيبو لكم دي بروموسيون خياليه سبيسيال وبنص ديال الثمن. المحل ديالنا كيف كتشوفوا لاباج ديالنا ديال الفيسبوك هي هادي، اواني شعيب البرنوسي. هادو الناس اللي يلاه دخلوا اللايف دابا، الناس اللي يلاه دخلوا اللايف دابا عاودوا تفرجوا من الاول باش تقدروا تشوفوا اللايف ديالنا كامل. كيف كتشوفوا ان اللايف ديالنا هو هذا، هو هذا اللايف ديالنا. عفاكم بغينا كلشي يعطينا جوج قلوبه هنا، غير جوج قلوبه وديروا بارطاجي، هاي سهله جوج قلوبه فقط. شوفوا بشحال ديال القلوبه كيطلعوا لينا، شكرا لكم. جوج قلوبه و عائشه ناني سليم كتقول لك جاوبيني عافاك عائشه، ناني سليم عائشه مكلفه بلا جاوب بلسكم 300 واحد في النهار. واختي غير حاولي تجاوبي كلشي ما تنعسيش ما تنعسيش. عافاك غادي ديري نوي بلونشي 3 ايام طلب، بغينا الناس ما يتقلقوش منا. عافاك عائشه بغيناك ما تنعسيش 3 ايام وتجاوبي الناس كاملين وعد، باش ما بغيناش الناس يتقلقوا. غتحاول ما تنعسيش، انت شوفي 3 جوغ عطيني ما تنعسيش فيها، وحاولي انك تحطي قدامك التليفون وتبقي تجاوبي غير على لي زابيل وعلى لي كوموند. خص الناس يعرفوا بلي انا راه كنخدم حتى في المحل، يعني ماشي كتخدمي في، قلناها اليوم قلنا لكم كتخدمي في المحل وفي لي كوموند، ولكن غير كيكون عندي شي وقت كنجاوب، ولكن غير دير اكثر من 200 واحد. ولكن غير ديري كل ما في جهتك. عافاك شكرا عائشه ميرسي. يلا الاخوان عطيونا جوج قلوبه، وما تنساوش تبارطاجيو هاد اللايف هنا، بارطاجي اكريغ بيبلي سهله. يلا كلشي بارطاجينا هاد اللايف، عطيونا عفاكم اكبر عدد ديال الدعم. يلا يلا زيد زيد بارطاجي اكريغ بيبلي. لا سكينه جاوبيني واش ممكن توصلي للبرنوسي، راه عندنا المحل في البرنوسي، عندنا المحل في البرنوسي في نفس السلعه وفيه نفس هاد لي بروموسيون. شكرا لكم، مرحبا بكم، تلاقوا ان شاء الله في لايف اخر. ما تنساوش تعطيونا القلوبه وتبارطاجيو هذا اللايف، ونتلاقوا ان شاء الله في لايف اخر مع جديد اخر، وفي امان الله. شكرا تبارك الله عليكم ومرحبا بكم، شكرا على التصفيقات ديالكم ليا. يلا ما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف وفي امان الله.